في ضيافتنا اليوم الأستاذ دكتور عادل البسيوني، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس ورئيس وحدة النحل العسل. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، منور لحضرتك. الله يخليك. دكتور عادل، يعني الدبور الأحمر حشرة يعني إحنا بنلاقي لها مضار أكتر من نوافع، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقها لعلمه وحكمته، والظاهر لنا هو الجانب الخاص بالتوازن البيئي. لولا هذه الحشرة لقينا العالم كله ممكن يكون نحل، لكن وجوده بيعني نوع من التوازن. اسمح لي، عاوزين نعرف هذه الحشرة علميا، ولماذا أطلقنا عليها لفظ الدبور، ويمكن إحنا طول عمرنا نتهكم من هذا اللفظ. تفضل. هي حشرة الدبور اسمها العلمي فيسبا اورينتاليس، تتبع عائلة اسمها عائلة فيسبيدي اللي هي عائلة الدبابير. هي حشرة اجتماعية حجمها كبير، اسمها الدبور الأحمر لأن لها اللون بتاعها أحمر قرمزي، تمام، وفيها حلقات صفرة موجودة على حلقات البطن، وحشرة كبيرة في الحجم. هي حشرة ضارة ليه؟ لأنها بتاكل النحل، والنحل أحد الممتلكات للإنسان، فهي ضارة للإنسان أو هي ضارة لممتلكات الإنسان، وبالتالي تواجدها في المناحل بيقضي عليها، لأنها حشرة اجتماعية. حشرة اجتماعية بمعنى فيها ملكة، فيها شغالات، فيها الذكور، بس كل واحدة من دول لها وقت في السنة. في بداية الربيع بتخرج الملكة، الملكة هي اللي بتعمل أول عش، العش بيبقى بيضاوي واسطواني الشكل، أول دور في أدوار العش اللي بتعمله الملكة، هي اللي بتعمله بنفسها يعني، وهي اللي تحط فيها البيض، وهي اللي ترعى البيض لغاية ما يخرج أول جيل من الشغالات. أول ما يخرج أول جيل من الشغالات الملكة تفضل في العش، ما تخرجش تاني بقى، والشغالات هي اللي تكمل بقية صفوف العش نفسه، وهي اللي تبدأ ترعى الحضنة وتبدأ تجيب الأكل بتاعهم، وهي اللي تبدأ تدافع عن البيت بتاعها من غير تعليم. ده سلوك. سلوك سلوك طبيعي متواجد فيها. هي حشرة اجتماعية، اجتماعية بمعنى فيها أفراد مختلفة، كل دور له مهام مختلفة عن التاني. الشغالات هي المتواجدة طول السنة، تبدأ في الربيع. الربيع هو موسم تكاثر ونشاط جنسي لكل الكائنات، وبالتالي النحل برضه بيبدأ ينشط في الربيع. بس في الربيع مفيش ضرر في الدبور قوي، ليه؟ لان الملكة كمية البيض اللي بتحطه مش كتير، الجيل اللي بيطلع ما هواش كبير، وبالتالي ما بيلاحظش قوي الضرر بتاعه. والنحل بيبدأ يكتر في الربيع، وبيبدأ يجمع العسل، وبيبدأ نشتغل. لما ندخل بقى في مراحل الصيف او الاشهر، كل ما تتقدم كل ما دورة الحياة بتاعت الدبور والاجيال تطلع كتير، فتعداده بيزيد. اول ما تعداده بيزيد بيبدا يهاجم طوائف النحل. طب ليه بيهاجم هو بياكل اي حشره بالمناسبه يعني، طبعا. انما ليه بياكل النحل تحديدا؟ لان لقي اكله متواجد بكميات كبيره في مكان محدد، فمش هيروح في مكان تاني غير المكان هل المحدد. بياكل العسل مع الحشره؟ بياكل العسل لما بتكون الطائفه ضعيفه او مفيش كميات، لما يكون قضى على الطائفه بتاعه النحل وما فيهاش الا كميات قليله، فبياكل كميات، لان العسل ماده كربوهيدراتيه يعني، تمام، وبياكل حبوب اللقاح اللي متواجده في قلب الاقراص نفسها يعني، تمام. انما دخوله جوه الطائفه لما بتكون الطائفه ضعيفه. تمام. هل بيقضي بقى على كل الطوائف؟ لا، مش بيقضي على كل الطوائف، انما بيقضي على الطوائف الضعيفه اللي هي عدد شغالاتها قليل، طوائف النحل الضعيفه يعني. تمام. اسمح لي هنا نقف عند كلمه دبور. هو هنا دبور مذكر وليس مؤنث، هذا الجانب هنتحدث عنه، لماذا يعني هو المطلع بهذا الهجوم. دور الشغالات ايه، وايه اللي بيأكلها؟ احنا عارفين العسل دايما اللي بيجيبه النحل بيقدمه لكل افراد الخلية، وده بيكون طعامه. طيب اذا كان هو مهاجم ومفترس، اذا ايه ضرورة الخلية طالما هو هياكل من بره، مش هياكل جوه الخلية ولا هيجيب اكل معاه جوه الخلية؟ هو بالنسبة للدبور في الأكل بتاعه، أي كائن بيحتاج بروتين وكربوهيدرات ودهون وفيتامينز وكده، لما بيلاقي النحل بياكل، النحلة موجود فيها أساسا رحيق، تمام، ففيها كربوهيدراتها، وهي كمصدر بروتين يعني. تمام. العش بتاع الدبور في الحضرة بتبقى محتاجة بروتين، لأن الكائن لما بيكون مهاجم أو شرس شوية بيبقى محتاج كمية بروتين أعلى، عشان الحركة بتاعته بتبقى سريعة، تمام، وبالتالي نلاقي شبكة القصبات الهوائية بتاعته كبيرة، نلاقي حجمه أساسا كبير. وكلمة دبور جاية من كلمة هورند، وهي كلمة بتاعنا، لأن في حاجتين، في هورند وفي واسب. تمام. الهورند اللي هو بيسموه الدبور، والواسب اللي هو زي برضه هو نوع من أنواع الدبابير، ولكنها انفرادية. تمام. بتعيش حياة انفرادية، إنما اللي بيعيش حياة اجتماعية يطلق عليه هورند. فكلمة الدبور جاية من التسمية الإنجليزي، تمام، اللي هي هورند يعني، وبالتالي هو معيشته الاجتماعيه اللي موجوده فيها لازم ياكل الحضنه. كل ما يلاقي فيه طوائف نحل، كل ما الحضنه بتاعته بتزيد، كل ما اعداده بتزيد. تمام.
انما برضو نيجي نلاقي الحياه الاجتماعيه متواجده، كل فرد وله شغله. الشغالات في نهايه اخر السنه كده على شهر 9 تبدا تطلع نوع من انواع الشغالات، وده العجيب شويه. في النحل اللي بيحط بيض الذكر هي اما الملكه بتحطها بيضه غير مخصبه لان الذكر فردي، او الشغالات اللي هي في الطوائف اليتيمه اللي ما فيهاش ملكه وعجزت وبقت امهات كاذبه، ده عالم النحل. في عالم الدبور اللي بيحط البيض مش الملكه خالص. نوع من انواع الشغالات بتطلع على في شهر 9 حجمها وسط ما بين حجم الملكه وحجم الشغال، لا هي ملكه ولا هي شغال، والمبيض بتاعها بينمو وهي اللي بتحط البيض، لان الذكر برضه فردي في الكروموسوم، تمام، هي اللي بتحط بيض الذكر من غير تلقيح. من غير تلقيح، لان هنا الذكر هنا هيجي يلقح البيضة بويضة نفسها لا، ولا لا؟ هو الذكر بيخرج من بيضه غير ملقحه لانه فردي في الكروموسوم تمام، صح زي كده، ذكر النحل بالظبط. تمام، فالذكر اللي بيخرج ده بيخرج على حوالي شهر 10، في حدود شهر 10 في بداية شهر 11. بعد ما يخرج الذكر بتبدأ الملكة الأم تحط ملكات عذارة زوجية في الكروموسومات، فيبقى هنا المختلف عن النحل في إنتاج الذكور في الطائفة الطبيعية اللي بتنتجه الملكة من بيضة غير مخصبة. وده سر وجود وبقاء الخلية، هي الجزء الأنثوي في الخلية طبعا اللي هي الملكة. هو الجزء الانثوي هو الاساس يعني. تمام. الذكور اللي طلعت تبدا الملكات العذاري اللي هي اللي ما تلقحتش تتلقح وتدخل في بيات شتوي، فتره الشتاء اللي هي شهر 12 وشهر 1 وبدايه شهر 2 شهرين شهرين او بدون شهرين أكل ولا ونص، أي حاجة. بيات شتوي ما بت... ايه بتعتمد على الغذاء المخزن داخلها، وبالتالي تبدا تخرج في بدايه ايه في نص شهر 2 او في اواخر شهر 2، لان التغيرات البيئيه اللي متواجده، لان الدنيا كلها حته واحده، فالتغيرات البيئيه رحلت الازمنه بما يوازي شهر، فاللي كان بيبدا في شهر 2 يبدا في شهر 3 سبحان في الله. البيهيفير نفسه يعني. بالتالي من نص 2 او اول 3 تبدا تخرج الملكات الملقحه وتحط بيض. الملكات الملقحه ديت لما تبدا تحط بيض هي اللي ترعى اول عش، وبعد كده اول ما تطلع اول شغلات تقعد في العش بتاعها وما تخرجش لغايه ما تموت في نهايه السنه. وفي نهاية السنة الطائفة الأساسية كلها بتندثر، كله بيموت يعني، مش زي النحل تقدر ده تعيش. الجيل بنسميه جيل كامل، لا الجيل هو أجيال، لأن كل دورة حضانة بتبقى جيل يعني، إنما والجيل حوالي سنة تقريبا. هو الطايفة على بعضها بتقعد سنة وتموت. العزار اللي تلت هي اللي بتعمل كائنات جديدة أو دبور جديد سبحان وهكذا الله. لكن الغذاء المخزن يعني المفروض مين اللي هيقوم بيه إذا كان الذكور بيخرجوا بره الخلية؟ يعني هل هو دورهم هو الدفاعي الدبور. فقط ولا هو لجلب الأكل والطعام للخلية؟ ومين اللي هياكل في الخلية إذا ما كانش ده بيقوم بدوره؟ الدبور الطايفة بتاعت الدبور بتتكون من ايه اساسا تمام. عكس النحل؟ النحل بيفرز شمع يعمل بيه العيون السداسية، جميل. الدبور له عيون سداسية ولكن جاية منين؟ جاية من الورق الشجر الممدوغ، تمضغه وتعمل بيه العيون السداسية، عشان كده هش. ما عندهاش، ما بتخزنش اكل في العيون عندها، انما بتجيب الاكل عشان تاكل وتاكل الاطوار الغير كاملة، فما بتخزنش اكل يعني. الدبور ما بيخزنش، انما بيجي ياكل ويأكل الأطوار الغير كاملة اللي موجودة، اللي ده هي دوره. ده دوره. اللي بيعمل كده الشغالات، الدبور ملوش آلة لسع، إنما شرس يقدر يعض لأن له أجزاء فم قارب، فهو يقدر يعض بس، إنما ما بيقدرش يلسع، إنما اللي بيلسع هي الشغال، وآلة اللسع في الدبور كبيرة. والفرق بين آلة اللسع في الدبور وفي الدبور لما بيلسع ما بيموتش عكس النحل، لأن آلة اللسع ما فيهاش التسنين العكسي، فتدخل وتخرج في الجلد زي ما هي. تمام. وبالتالي شغالة كمان آلة اللسع، شغالة النحل يعني، آلة اللسع مسننة تسنين عكسي، فلما بتدخل آلة اللسع في الجلد ما بتخرجش، فتضطر انت تزيلها فخلاص هتموت. ده بالنسبة لعسل النحل. ده بالنسبة للنحل النحل، العسل. نحل العسل، عفوا. طيب نعود إلى هذا الكائن الغريب ونشوف دوره في المجتمع أو دوره في البيئة. بداية كيف يبني عشاشه؟ إحنا شايفين إن للنحل طريقة في بناية عشه، لكن الدبور ليه أسلوب تاني خالص في أعشاشه. ماذا عن هذه الأعشاش؟ الأعشاش بتاعة الدبور بتبدأ تتبني عيون سداسية تمام من ورق الشجر الممدوغ، أو أحيانا من بعض الدبابير الأخرى بتعمله من الطين زي دبور الطين الباني، إنما في تمام الدبور الأحمر من الورق الشجر الممدوغ. تمام العين السداسية في عش الدبور فتحتها لتحت، تمام لأنه بيبقى أقراص متتالية لبعضها زي ما تكون أنت حاطط أطباق فوق بعضها، إنما عكس النحل، النحل بيبقى أقراص إيه؟ أقراص قائمة رأسية، تمام
فهو ده البداية، أول بداية نقطة العش الأولى بتعملها الملكة، عكس النحل الملكة فيه ما بتعملش حاجة، تحط بيض وتعمل الطراب. الوظيفة في الملكتين واحدة، ولكن زيادة في الدبور شوية، إن هي اللي بتعمل أول عش موجود في الطائفة نفسها. العش بيبقى كبير، أحيانا بيبقى 7 8 أدوار 9 أدوار، كبير على حسب المكان والتغذية والمعيشة. وبالتالي هو آفة، إن كلمة آفة بمعنى إن أعداد الكائن لما تزيد إلى حد الضرر يطلق عليها آفة، فهو تمام. آفة، آفة بالنسبة للنحل. طب لو ما لقاش النحل موجود بياكل الحشرات التانية اللي موجودة في الحقول، إنما المناطق اللي ما فيهاش نحل فبيبقى متواجد بكميات قليلة جدا. اسمه دبور البلح لأن كان زمان الأول بيجي على البلح، لأن البلح كمادة غذائية مكتملة، وبالتالي بداية انتشاره كان على البلح، عشان كده احنا بنسميه حتى وقتنا هذا دبور البلح. ده بيعمل خسائر في البلح. طبعا بيجي يتغذى على البلح نفسه، لو أعداده كبيرة قوي بيعمل خسائر لأنه بيتغذى، فلما يتغذى على البلح نفسه يقلل من قيمته الاقتصادية، ما يتباعش يعني. تمام إنما وجود النحل موجود فما بيروحش البلح وبياكل في النحل. دكتور، يمكن مواصفاته الجسدية قلت لحضرتك عظيمة ومفعلة قوي وله قدرة وطاقة عالية، هل يمكن التهجين ما بين هذه الفصيلة وفصيلة نحل العسل بحيث ان هو يجمع الصفتين، صفة القوة والشراسة، وفي نفس الوقت يقدر يقدم هذا الجانب من الفائدة لمجتمعنا او لمجتمع النحل؟ هل حدث نوع من التزاوج ما بين الفصيلتين؟ لا، هو التزاوج في الكائنات بيتم داخل النوع الواحد، انما ما بيتمش ما بين الانواع، لان في التصنيف او في علم التصنيف ما يطلق عليه العائله ثم الجنس جينس يعني، وبعد تمام. كده السبيشيز اللي هو النوع. من مميزات النوع ان يتم فيه تزاوج، انما ما بين الانواع ما بيتمش ما تزاوج، بيتمش ما بين الاجناس ما بيتمش ده تزاوج لان ربنا سبحانه وتعالى لم يريد هذا الامر، بالظبط. ولكن الاسلوب المعماري دلوقتي والهندسه الوراثيه يمكن ان تضيف بعض الخواص وتنقلها من عائله الى عائله اخرى في تركيبه الجينات، واذا كان هناك نوع من التقارب، هل معمليا تم التفكير في اخذ بعض الصفات لهذه الحشره للاستفاده من مكوناتها بحيث انها تعطي مع يعني نحل العسل فائده اكتر؟ هو التركيب الجسمي مختلف، تمام ولو انه في الشكل الظاهري واحد تمام قريب من بعضه، ولكن اختلاف في الحجم يعني. انما واختلاف الحجم لما بيجي، عشان الدبور حجمه كبير والنحله حجمها اقل من الدبور شويه. انما لو انت عايز تشتغل على جينيك انجينيرنج او على التركيبات الوراثيه، لازم بتتم عن طريق نوع من انواع البكتيريا في الاول وتاخد الصفه وبعدين تبدا تنقلها. انما الصفات اللي موجوده في النحل هي ادابتد لطبيعتها. لو انا جيت اغير في الصفات التركيبيه، انا اعمل تطوير للنحل من سلالات مختلفه مع بعضها. هذه انما سلالة أعلى أكبر وأعلى. سلالات النحل كنحل العسل، لان النحل تهجينا سلالات من بعضها. 36 سلاله، فانا اقدر اخد صفات من السلالات عن طريق التهجين او عن طريق كده كنحل. انما تمام لما اخد من كائن لاخر فبيحصل مالفورميشن او تشوهات. تمام حضرتك كلمتنا على التركيب الجسدي ليها وهذا الاختلافات الجامة، ولكن اسمح لي نعود حول الجانب الخاص للخسائر اللي بيسببه الدبور في الحقول أو في الجانب الاقتصادي. أهم هذه الخسائر إيه هي بالضبط بخلاف يعني هذا نحل العسل؟ هل هناك هجوم على المحاصيل بخلاف البلح مثلا؟ هل هناك هجوم على فئات من الحشرات الأخرى؟ وهل ممكن نحتسب ده نفع في البيئة بحيث أنه ممكن يهاجم كائنات غير مرغوبة في الحقل الخاص بالزراعة؟ هو الضرر المباشر بيجي على النحل والغير مباشر بيجي على النبات، لأن تمام النحل يعتبر بيمثل 80% من الملقحات النباتية تمام اللي هي الزهرة عشان تتلقح عشان تدينا هذا دور ثمرة يعني. مجتمع كبير قوي. فأنا لما أجي أقضي على جزء كبير من النحل، لأن وجوده في المناحل بيقضي على المناحل كاملة، لأن أعداده لما بتزيد بيقدر يدخل جوه الخلية ويقضي عليها تمام. فلما بيقضي لي على النحل بيقضي لي على نسبة رهيبة من التلقيح للنبات نفسه، وبالتالي الضرر هنا على النحل مباشرة، الضرر على النبات غير مباشر، إنما هو مهم ومؤثر لأن 80% من الملقحات من النحل. طب لو ما فيش نحل ما بيتواجدش بالكثرة، تمام لأن النحل غذاء، طول ما في غذاء
عمالة الحضنة أو عمالة الأطوار الغير كاملة والطائفة بتاعة الدبور تشتغل، غذائها يقل فتتعامل على قدها، فنلاقي الطائفة بقت ضعيفة جدا، فأعدادها ضعيفة جدا عشان تقدر تعيش وتتعايش على الحشرات الانفرادية. حقيقة. طيب التأثير على المحاصيل الباقية وتأثيرها الضار عليها، هل هناك نوعية معينة من هذه المحاصيل واللي بتغذى عليها؟ ماذا عن الحشرات العدوة بقى لهذه الحشرة، لكل طبعا شيء تمام ضاده على طول تمام في المقاومة، ايه الحشرة اللي ممكن تتغذى عليه؟ وهل طبعا هذا التوازن في حلقته الكاملة في الحياة مكتمل بوجود هذه الحشرة العدوة؟ المشكلة في الدبور أساسا على المحاصيل أو على الثمار نفسها تمام الناضجة، وبالأخص زي الثمار العنب مثلا. زي العنب، بس لما بتكون، لأن هو يقدر هنا بياكل العنب فيه سكريات والبلح فيه سكريات، تمام وإحنا حتى في الفترة الأخيرة بدأنا نلاقيه في المدن نفسها عند الجزار مثلا، عند بتوع الحلويات بنلاقيه، لان هو بدأ يعني في خلل في التوازن البيئي ما بينه وما بين الاعداء الحيويه المصاحبه له، فالبيئه كانت في صالحه في صالح الدبور، فاعداده بدأت تزيد، وبالتالي انما كل كائن له، يعني في مثلا ذبابه بتبقى تعمل طفيل داخلي على النحل وعلى الدبور نفسه يعني، انما هي غير منتشره لان في امريكا الجنوبيه فهي لسه ما عليهاش شغل كتير، وبالتالي برضو يعني المشكلة في ان انت تتعامل معها ازاي. انا لو جبتها عشان اقاوم بيها الدبور فانا هتأذي للنحل، فما تقدرش تجيبها، لان لازم يعني تندرس دراسة وافية الاول، لان انا مش ودي مش هصلح حاجة بيئتها، وابوظ حاجة انا مش دخلت بيئتها، عدو جديد في لان البيئة. وعلى فكرة الذبابة دي بالمناسبة موجودة في دول الخليج، هي اساسا موجودة في امريكا الجنوبية، عشان تيجي في دول الخليج دخلت بطريقة غير مباشرة عن طريق تسيب شوية في الحجر الزراعي، عن طريق عدم المعرفة، انما موجودة مش موجود او الشحن الخاص يعني بالفواكه المعلبة مش الفواكه، هي بتيجي على النحل على نفسه النحل نفسه. لأنها طفيل داخلي في النحل، فهي موجودة في دول الخليج، دخلت له إزاي ما لغاية دلوقتي مش يعني سؤال عايز إيه إجابات كتيرة. لكن تأثيره الضار في هذه الدول ما هو تأثيره الضار، هي بتبهدل الدنيا في النحل على فكرة في منطقة الخليج يعني وبدأت تكمني كمان مش مدروسة ومش معروف عنها حاجة، لأن إحنا بندرس الشيء المتواجد عندنا، دي موجودة في أمريكا الجنوبية، انما موجوده، فهو الخوف دلوقتي انها تجيلنا، لان هي لغايه دلوقتي لم تسجل هل هي موجوده ولا لا، انما هو برضو خلي بال حضرتك ان الطرق الغير شرعيه في دخول مثلا ملكات النحل في دخول النحل نفسه، هي الطرق الغير شرعيه هي اللي بتعمل المشاكل، انما بتدخل البلاد ازاي؟ في الطرق الرسميه في الدخول ما بتسببش مشاكل، لان اي حاجه جايه بتتفحص ومعاها شهاده صلاحيه ومعاها شهاده خلوه من الامراض وهكذا، تمام. انما الطرق الغير شرعيه، لان كمثلا الناس تجيب ملكه نحل يعني حس ان هي صفاتها حلوه وجابها بطريقه غير شرعيه، هو ما بيبصش هي فيها ايه، فهي الدخول لاي افه من مكان الى اخر بيتم بدايه بالطرق الغير شرعيه، تمام. وهي دي المشكله اساسا ده جزء من التهريب المتواجده، ده جزء من لهذه التهريب يعني عشان ما يدفعش عليها عشان جمارك. ما يدفعش عليها جمارك ونقص معلومات، والناس فهموا ان ديت الحاجه لو جبتها كده هتعمل لك انتاجيه كويسه وهكذا، فالدبور له برضو نفس الحكايه، له افات داخليه في امراض بتصيبه تمام. طب هل امراض هناك فطريه. وزارات يا فندم بتتنقل بين الخلايا الموجودة من الزارعين يعني او المنتجين لعسل النحل، تدرس وتشوف الخلية دي لا دي مهربة انا هجرمك لا وكده، وغير ان انا هنتزع هذه الخلية ويبقى انت عليك جزء غرامة معينة، هل هذا الامر فيه تشريع؟ هو ده دور وزارة الزراعة أساسا يعني، تمام. وبالتالي النحل برضو هواية بيربى في أي مكان، بيبدأ بالهواية، فلما يزيد شوية بيدخل، لأن أنت بتحاسب النحالين على التجارة بتاعتهم في العسل لما ينزلوه الأسواق، بس ما بتحاسبهمش على النحل يعني، فالنحل في البداية هواية، وبعدين الوزارة مهما ما كانت بتتعامل، إنما كم من النحالين كتير وأعداد الناس اللي في الوزارة قليلين، ودور الإرشاد قل يعني، الإرشاد الزراعي قل بعد الدورة الزراعية ما خلصت يعني، الدورة الزراعية لما اتقفلت أو وقفت والفلاحين بدأ كل واحد يزرع بحريته الشخصية، فهنا بدأ دور الإرشاد يقل ويهمل شوية، تمام. وبالتالي دوت لو زاد، لأن كان الأول ده مش موجود، انما ما فيش، لازم يبقى فيه تشريع موجود عند الارشاد الزراعي، يتأول اول الارشاد ويرجع دوره كما كان،
ترجع الدورات الزراعية كما كانت، لأن دوت بيسبب إن الدورة الزراعية أنا ببقى عارف أنا رايح فين كنحل يعني، وعارف المحاصيل مزروعة فين، إنما ودور الإرشاد كان قوي في الوقت ده. إنما لما أنت سبت كل الأمور مفتوحة، فأنت بالتالي دور الإرشاد ضعيف. وبعدين مين اللي عنده المقدرة؟ أنا كل اللي أنا أقدر أعمله إن أنا هقول إن الحاجة دي موجودة في الحتة الفلانية. تمام. طيب هل أنا أقدر أخده أو مخدوش؟ ده الجانب ده يخص وزارة الزراعة يعني. تمام. دكتور، عاوزين نتحدث عن أضرار على الإنسان مباشرة. يمكن إحنا لما بنشوف دبور كلنا بنخاف، والأطفال كمان بيفزعوا منه كتير. يعني ماذا عنه؟ هو ملوش جزء خاص بالثعبان اللي بيدي يعني وخزات يبقى ما فيهوش سموم، لكن بيعض زي ما حضرتك بتقول. لا، هو في آلة اللسع بتاعته كبيرة طبعا، آه. قد آلة اللسع بتاعت النحلة 3 مرات. ده الذكور يا فندم؟ الشغالات الشغالات، بس الشغالات ما بتخرجش بره الخلية. بتخرج بره الخلية، ما هي اللي بتعمل كل حاجة في الخلية، اه. هي اللي بتجيب الأكل، وهي اللي بتربي الحضنة، وهي اللي والذكور ما بتبني لهاش دور فقط غير التلقيح. الذكور ما لهاش دور إلا في التلقيح بس. ووجودهم جوه الخلية مباشرة هو كما بيبقوا في بتقول. الطايفة بقى هنا، لأن هنا مش خلية، لأن هو المسكن هو اللي بيعمله، بيعمله في تجاويف، اللي بيعمله في أي مكان فيه تجاويف، في مكان يتدرى فيه يعني، تمام. غاية النحل يعني. طب نعود إلى الشغالات، ماذا عنها؟ هل سمها يعني ضار جدا، ضار وهل ممكن طبعا. نستخدمه في العلاجات زي ما بنستخدمه مع النحل؟ وماذا عن مهاجمة الإنسان؟ هو يقدر تستخدمه في العلاج لما تستخلصه، انما النحل تقدر تمسكها كنحله وتتعامل معاها مباشره، دايركت سينج يعني، تخليها تلسع مباشره يعني. تمام. انما الدبور اللسع بتاعه مؤذي. ليه؟ ان اكله بروتين حيوان، وبالتالي السم بتاعه جاي من بروتين حيوان، فنسبه الضرر اللي فيه اعلى بكتير، وبالتالي قرصه الدبور فظيعه يعني، عكس قرصة النحلة. قرصة النحلة مهما كانت هينة بالنسبة للدبور، أولا حجمه كبير، آلة اللسع كبيرة، كمية السم اللي عند الشغالة كبيرة، فالقرصة بتاعته صعبة يعني. نقدر تستخدم السم لما يستخلص منه ويدخل في الأدوية، إنما ما تقدرش تستخدمه مباشرة. أولا هو طبعا ما تقدرش تمسكه مباشرة لأنه صعب، ثانيا إن القرصة المباشرة بتاعته لها ضرر رهيب على الإنسان يعني، إن كمية السم كبيرة، في والإنسان الحشرة الواحدة. الحشرة الواحدة لأن حجمها كبير يعني، بتوصل ممكن تؤدي لحوالي لارتفاع درجة الحرارة، ممكن طبعا تؤدي لأن كمية السم كبيرة، لأن ده الحشرة الواحدة بتوصل من 3 ل 4 سنتي يعني، يعني حجمها كبير يعني، وآلة اللسع بتاعتها كبيرة، وبعدين تقدر تلسع أكتر من مرة، لأن آلة اللسع مش مسنن عكس النحل. هل هي هجومية مع الإنسان يعني متهاجمه وممكن تبقى حواليه لكن ما تضروش، ولا يعني عشان كده احنا بنفزع منها، ولا أول ما نشوفها المفروض إن احنا نهاجمها تلقائيا ونقضي عليها سريعا قبل ما تهاجم أحد؟ هو الحشرات عموما او آه. اي كائن بيدافع عن نفسه، تمام مش مهاجم بطبيعته للانسان او لغيره يعني، الا تمام اذا هو حس بالخطر من اللي قدامه. الحشرات عموما عينها عين مركبه، بمعنى مجموعه من العوينات، كل جزء منها بيكون جزء في المرئي. حركه الانسان يخلي الصوره تجري على شبكيه العين، فتوضح ان في شيء ما بيهاجمها، تمام فتبدا تهاجم. آه. فالواحد لما بيجي بيدافع عن نفسه، بيشوف الدبور بيفزع، شيء طبيعي، فيجي يتحرك هي بدأت تحدد، فبدأت هي كمان تبقى بتدافع عن نفسها، عكس النحل. النحل بيدافع عن بيته، إنما الدبور بيدافع عن شخصه، لأن هو بيسرح لأماكن كبيرة يعني. تمام. وبالتالي هو طبعا شيء طبيعي إن احنا لازم نقاومه، لأن هو لو ما قاومناهوش بيأذينا في النحل وبيأذينا احنا. حتى في الأسواق لما بتلاقي دبور، ولو جيت تهشه أو تبعده أو حاجة، فبيجي هو بيدافع عن نفسه، فلسعته مزعجة صعبة يعني. تمام. طيب طرق مكافحته الطبيعية في الحقول لمنع تأثيره على النحل، ماذا عن هذه الطرق؟ هل هي استخدام مبيدات؟ هل هي عملية ميكانيكية؟ ماذا عن هذه الجوانب الخاصة بالمقاومة؟ هو بداية لو أنا كل دبور أنا بصطاده في بداية الربيع، أنا بصطاد طايفة بحالها، الطايفة دي بتبقى فيها مئات وآلاف من الشغالات من الدبور يعني، فأنا كل دبور المكافحة بتاعته بتبدأ لو بدأت من الربيع، كل دبور بصطاده فأنا اصطدت ملك، والملكة دي طايفة، يبقى أنا اصطدت طايفة كاملة، فالبداية تبدأ من يعني هو الربيع. لا يعرفنا على الخلية ولا لا، هنصطاده ازاي فعلا؟ هو لو اصطاد، لان احنا قلنا في الاول ان اللي بيعمل الطايفة في بدايتها في اول قرص فيها هي الملكة، تمام. فلو انا اصطادتها الطايفة مش هتتعب من ده في الربيع، البداية، ده في ده في الربيع. الربيع، تمام. طيب لو انا استمر، لو استنيت شوية، اول حاجة بدور على اماكن الشقوق بتاعة الدبور موجودة فين، يعني بشوف الدبور بيخرج ويدخل مين، وابيد الطايفة بحالها. الإبادة بتيجي ازاي حضرتك؟ الابادة اما ان انا ارش عليه مبيد في قلب طايفته نفسها، او ان انا اتعامل معاها ميكانيكيا يعني، يعني اقدر اقتلها باي شيء.
ده او الاباده حرق او الى اخره. بالحرقه او باي حاجه يعني عموما. تمام. يعني المهم ابيد الطائفه دي كامله لو عرفت مكان المعيشه بتاعته. طيب انا لو ما عرفتش مكان المعيشه بتاعته، في عندنا مصائد بنحطها في النحل اسمها مصائد دبابير. المصائد ده بتخلي الدبور يدخل وما يعرفش يخرج فيها، فبنحط فيها ماده جاذبه للدبور بتبدا تصطاد الدبابير، يدخل فيها وما تبداش وما يعرفش يخرج نحطها فيها. حوالين خلايا. بنحطها حوالين الخليه وفوق الخلايا وبعيد شويه عن الخلايا. وفي مصائد فرمونيه، فرمون اللي هو الماده اللي بتجذب الدبور يعني، فبنيجي نقدر نعمل. فعندنا في انواع كتيره من المصائد اللي هي بنقدر نحطها حوالين المناحل نقدر نصطاد بيها الدبور. وفي طرق تانية بس انا ما بحبهاش، ان انا ازاي ان انا الدبور اعفره بمبيد فيروح ينقل المبيد ده للعش بتاعه، انما ديت عايزه ان يكون بعيد عن المنحل شويه، لان انا من انصار ما بستخدمش مبيد في المناحل ولا حواليها اطلاقا. ليه؟ لان ده بيدخل في العسل، وبالتالي انا لو لقيت عش دبور اقدر ابيده، ان انا اقدر ابيده ميكانيكيا او بالمبيد او باي حاجه، لانه هيبقى بعيد في اي شق يعني. طيب انا لما الامور بتستمر شويه باجي في المنحل نفسه، عندنا نوع من انواع مصائد لها اشكال مختلفه، فكرتها ان الدبور يعرف يدخل وما يخرجش تاني، تمام. وهي لها سلك، وبالتالي حركه الدبور جوه السلك تجذب دبابير تاني مع الماده الجاذبه اللي حطيناها فبتبدا تتملي. الاهم من كده ان انا يخص الدبور فقط ما يخصش يخص الدبور النحل. بس، تمام يخص الدبور. تمام فانا الماده الجاذبه مثلا بنحط لها عسل اسود بيبقى فيها فتحات، لو الدحله دخلت غلط تعرف تخرج، لان النحله حجمها اصغر من الدبور. تمام طب البدايه بدايه بقى ان انا لو بدات ان انا الشغالات اللي بتطلع لي في شهر ابتداء من شهر 9 من اخر 9، لو انا بدات الشغالات ديت ابدا اعمل لها المقاومه، مش هتحط لي ذكر، مش هيبقى فيه صح. ملكات عذاره تتلقح، مش هتدخل في باب بينها ستة. أثر في دورة الحياة. فالبدايه تبدا في المقاومه من شهر 9. تمام. أستاذ الدكتور عادل بسيوني، أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس ورئيس وحدة نحل العسل، بشكرك يا فندم على هذه المعلومات، استفدنا من حضرتك في هذه الحلقة استفادة كاملة، وإن شاء الله ده يفيد عدد كبير من مربين عسل أو نحل العسل علشان نقدر نكافح هذه الحشرة أو نقلل من أعدادها على الأقل، عشان برضك التوازن في البيئة مهم جدا. بشكر حضرتك يا فندم على هذا اللقاء. شكرا حضرتك. شكرا.